شارك سعاده الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئه في الحوار الاقليمي لتغير المناخ الذي عقد في دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه وخلال الجلسه الحواريه اشاد سعاده المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالجهود المتميزه التي تقوم بها دوله الامارات العربيه المتحده تجاه توحيد الرؤى الدوليه لمواجهه تغير المناخ مشيرا سعادته الى اهميه مثل هذه اللقاءات الحواريه التي تعزز التعاون الاقليمي والدولي. اكد سعاده الدكتور محمد بن مبارك بن دينا ان الاستثمار المؤسسي في سوق الطاقه النظيفه بمملكه البحرين في تطور مستمر حيث لعبت رؤيه البحرين الاقتصاديه 2030 دورا كبيرا في توجيه الاستثمارات لتقنيات الطاقه النظيفه. ودعا سعادة الدكتور دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للمشاركة في ورشة العمل التي ستحتضنها مملكة البحرين لمناقشة التقنية الخضراء والطريق إلى غلاسكو وتحديات اتفاق باريس معربا في الوقت ذاته عن ترحيب مملكة البحرين بتبادل المعلومات والخبرات مع مختلف الدول